تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته الإنسانية التي ألمت به جراء الزلزال المدمر، وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة تحمل الدفعة الأولى من المساعدات للمتضررين من الزلزال. وتتضمن هذه الشحنة 40 طنا من المواد الطبية الإسعافية وتجهيزات للمشافي والإيواء للمتضررين. رافقها سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا وأعضاء اللجنة الوطنية. وكان في الاستقبال سعادة السفير وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية وعدد من المسؤولين السوريين. وأوضح الدكتور مصطفى السيد أنه تنفيذا لتوجيهات ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبدعم واهتمام كبير من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قامت المؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتنظيم حملة وطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، حيث قدم البحرينيون أروع صور الفزع والتضامن مع الأشقاء في سوريا المتضررين من الزلزال، حيث تسابقوا للمشاركة والتبرع لحملة يوم التضامن مع الأشقاء في سوريا. وأشار إلى أن الحملة لا تزال مستمرة وأن باب المساهمة مفتوح للجميع. وكشف السيد عن مشروع لإنشاء مستشفى يحمل اسم البحرين في سوريا، وذلك ضمن أعمال الإغاثة والمساعدة للمصابين الذين تضرروا بفعل الزلزال المدمر. ومن جهته أعرب سعادة المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مثمنا هذا الدعم الكريم من مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على هذه الدفعة من المساعدات للمتضررين من كارثة الزلزال، والتي سيكون لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناتهم. وشدد على عمق الروابط الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. في غاية السعادة وأشوف طائرة البحرين تنزل في هالأرض الطيبة وفي ظروف طبعا مؤلمة وصعبة، بس أؤكد لكم إن البحرين لم تغب عن سوريا ولا لحظة. وأريد أوضح لكم عن التعاون، عن المحبة القوية بين البحرين وسوريا. انتوا اهالينا ولنا الشرف ان نخدمكم. هذه هي الدفعه الاولى ووصلت عن طريق البر عدد من المساعدات. المساعدات هذه اللي كانت عينيه، والان المساعدات اللي جايه اللي وصلت الان مساعدات طبيه ومساعدات تتكلم اللي هو عن موضوع الايواء، الايواءات والأجهزة الطبية. في هناك تبرعات متواصلة راح تكون إن شاء الله لمساعدة إخواننا السوريين لتخطي هذه الأزمة، سواء كانت في إقامة مراكز أو مراكز صحية أو مستشفيات أو مدارس.